أدنى بعض العلماء استخدموا عقولهم في جانب معين، ومن أبرز هؤلاء ما يعرف بعلماء المشروطة قبل 100 سنة، 120 سنة أو أكثر. علماء المشروطة الشيخ كاظم الآخوند الخراساني قاد هذه الحركة، وفي إيران علماء أيضا قادوها، ومن تلاميذ الآخوند الخراساني المرزا محمد حسين النعيني، هذا كتب كتاب اسمه تنزيه الملة وتنبيه الأمة، كتاب مهم جدا ويمهد ويشرع الديمقراطية. يقول أنه ذا الحكام غاصبين، إحنا شلون نتعامل معهم؟ نتركهم يفعلوا ما يشاءون أم نحدد غصبهم بمجلس شورى، وبالتالي الأمة تكون لها كلمة على هؤلاء الحكام عندهم صلاحيات مطلقة وملوك مطلقين. كتاب رائع جدا ومهم جدا، ولكنه بعد ذلك يقال أنه سحب الكتاب عندما سفر إلى إيران، كان بالنجف، سفر إلى إيران ورجع بعد ذلك وصد للمرجعية بعد بذيك الفترة، يعني أيام السيد أبو الحسن الأصفهاني، وتوفى. وهو كان إلى أيضا موقف مهم من مقاومة الاحتلال البريطاني، كبقية العلماء اللي احنا نفتخر بهم الآن، علماء النجف الذين وقفوا ضد الاحتلال البريطاني للعراق وإسقاط الدولة العثمانية، كانت تمثل الأمة الإسلامية ذيك الأيام. ولكن رغم عظمته ورغم فكره المتقدم في مسألة التنظير للديمقراطية والشورى، عنده أيضا أخطاء، مو معصوم. نشوف بعض الفتاوى عجيبة غريبة من عنده، مثل هاي الفتوى التي تنسب إليه، أنه هو يقول، واحد يسأل سؤال أنه إذا تزاحمت صلاة الليل مع زيارة عاشوراء، أنا شو أسوي؟ أزور زيارة عاشوراء ولا أعيب صلاة الليل؟ هو يقول لا، أترك صلاة الليل، سوي زيارة عاشوراء، هذه مستحبة أكثر من ديك. هنا نتوقف نسأل الشيخ النعيني، محمد حسين النعيني، ومن تبعه وقلده من العلماء الآخرين، هو للعلم أيضا هو أستاذ الخوئي وأستاذ الحكيم وأستاذ الشيخ حسين الحلي، أستاذ العلماء، ولكن يعني سبحان الله ما يخطأ، ما يشتبه، ما عنده خلل في مكان في تفكيره. وكذلك بقية العلماء، سيد السيستاني أيضا عنده فتاوى جيدة وعظيمة وأنقذ العراق فيها ودعا للدستور وأصدر فتوى مكافحة داعش، أشياء لطيفة ومهمة وتاريخية، ولكن السيستاني شنو؟ معصوم، نبي هو خمو نبي، وعنده فتاوى أخرى عجيبة غريبة. ولذلك إحنا يجب ما نقلد أحد تقليد أعمى، كل هذا ما دام صار مرجع أعلى فإذا كل كلامه وحي منزل من الله، مو هالشكل. لازم ننظر في كلامه، في كل كلمة يقولها، في كل فتوى يصدرها، فتوى معقولة ولا مو معقولة، كلام صحيح ولا مو صحيح. القول بأن الأئمة ينسخون القرآن والسنة هذا كفر، هذا الشيء مو صحيح، هذا شيء عجيب غريب. يجب أن كم مرة طالبت بإعادة النظر أو توضيح رأيه، لا يأخذ ولا يعطي، هو الله يطول في عمره سواء يقال مريض جدا. بس اللي يقبلون هذا الكلام تلميذة منير الخباز، أنت ما تفكر بس قاعد تكتب، ما تفكر بهذا الكلام شنو معناته، من شنو دليله مثلا، ما بالحوزة هك ما عندهم منهج نقدي، فقط يسمع ويحكي، يسمع ويتكلم مثل الروبوت، يعني يلقنوه شيء ويجي يقوله، ما يفكر بالكلام، ما يفكر بهاي الأفكار والعقائد. فأنقل لكم بالصوت من بعض المشايخ الذين، السيد رشيد الحسيني صديقنا وزمين كان في الحوزة، حوزة القائم قبل 40 سنة، بس يأخذ هذا ويروج إلها على أن هذه فتوى عظيمة وخلص كأنه وحي منزل ولازم إحنا ندافع عنها يعني،
وكذلك الشيخ حسين الكراني الله يرحمه أيضا نفس الشيء عنده يروج لهاي الفتوى وعنده معاجز بهاي الفتوى زيارة عاشوراء. وكان في تعليق من بعض الأخوة، تعليقات كثيرة، أنا أخذ لكم بعض التعليقات في هذا الموضوع. سئل سئلة آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني، وهو أستاذ السيد الخوي رحمه الله تعالى، النائيني إنصافا فحل من الفحول الأصولية والفقهية في الحوزة العلمية، ونظرياته الآن تدرس بدقة، والذي يفهم نظريات النائيني الأصولية يعد من فضلاء الحوزة إذا فهمها. هذا النائيني. رأيت استفتاء واحد يسأل شيخنا الكريم، رجاء نستمعوا حتى نفهم أنه إحنا كثير من الأحيان نجهل قضية الحسين ودور هذه القضية والشعائر. يسأل شيخنا الكريم، إذا دار الأمر بين صلاة الليل وزيارة عاشوراء، زيارة الحسين زيارة عاشوراء، أيهما أولى، أيهما أفضل، أيهما مستحب أكثر، صلاة الليل وزيارة الحسين زيارة عاشوراء؟ الشيخ يقول رحمه الله، يقول باسمه تعالى، أن زيارة أبي عبد الله الحسين بزيارة عاشوراء أكثر استحبابا من إقامة صلاة الليل. بس هذا شو معناته؟ نشوف هنا أيضا الشيخ حسين الكراني. سماحة السيد السيستين يقول زيارة عاشوراء والجامعة الكبيرة من أهم الزيارات وأحسنها وأصحها سندا ومتنا، ومضمونهما وارد في كثير من الروايات الصحيح، بالإضافة إلى أنه سندهم صحيح، مضمونهم وارد بروايات صحيح، فينبغي للمؤمنين المواظبة عليها ولا يصغون لتسويلات المغرضين. هذا مفترض فتوى واحدة. تفضل يا أخي محمد. نعم. نعم، شوفوا هذا، يعني هناك في انقلاب بالعقل، الفكر، بدل ما ناخذ الدين من القرآن الكريم، من السنة النبوية الصحيحة، ناخذ من الأخبار، من الأحاديث، من الزيارات، من الأدعية. هذا مو دين، الدين فقط موجود بالقرآن، اللي الله قال هذا الشيء واجب واجب، مستحب مستحب، حرام حرام. ما يصير احنا ناخذ من مصدر آخر، نسوي الأئمة مصدر تشريعي. هذه هنا النقطة المهمة، أن هؤلاء مصدر تشريعي والأئمة ما يقولون هو يصير دين، وإحنا ما شايفين الأئمة وما عندنا كتاب من عندهم ولا عندنا مصدر من عندهم، روايات واحد عن واحد عن واحد عن فلان عن فلان ينقلون نفس شيء، أنه هذا مستحب، زيارة الحسين مثلا مستحبة بها أجر كذا. من قال ذلك؟ أنا أسوي في العمل بني أدخله بالدين أسويه مستحب. مرة أنا أزور أخي المؤمن، هذا مستحب زيارة المؤمن، أزور المرضى مثلا عمل مستحب، يعني بالعنوان الثانوي أطبقه، زيارة القبور مثلا أروح أقرأ فاتحة عليهم، هذا أيضا نوع من مستحب، بس مو أجي أسوي زيارة هذا، هاي زيارة مثل كذا وكذا أو مستحبة كذا، وأنا ما أدري هاي زيارة مثلا زيارة عاشوراء في عدة نسخ، أو حتى في مفاتيح الجنان في زيارة اسمها المشهورة اللي بيها أشياء عجيبة غريبة، وعنف وحقد وعداوة وبغضاء وكراهية ولعن وما شابه، وزيارة عادية، زيارة بسيطة عادية. فشلون أنا أقول هاي الزيارة وحي منزل ومستحب أقراها وأقعد